أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله صيامكم وأعمالكم طاعتكم في شهر رمضان، ونسأل الله أن يعيد هذا العيد وأنتم عوائلكم الكريمة بخير، شعبنا بأمن وسلام واستقرار بوجودكم، بجهودكم الخيرة التي تبذل في كل مكان وفي كل محطة وفي كل زمان. هذا الجهد المشرف الذي تقوم به قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها ومختلف الواجبات، هذه مبعث أمان واطمئنان لكل العراقيين. متى ما كانت المؤسسة الأمنية رصينة ومتمكنة ومقتدرة، كلما كان شعور التفاؤل بالأمن والاستقرار وبقوة الدولة حاضر، ليس فقط في نفوس المواطنين وإنما أيضاً لدى مؤسسات الدولة الأخرى، وخصوصاً مؤسسات الدولة المدنية اللي شارككم بتحقيق هذا الهدف. لأنه اليوم الأمن والاستقرار لا يتحقق بفرض الأمن بإجراءاتنا التقليدية المعروفة، وإنما الأمن والاستقرار متى ما كانت الدولة منتجة ومستقرة وتؤدي واجباتها بشكل صحيح، فكل واحد يدعم الثاني. لهذا احنا واعين لأهمية دعم المؤسسة الأمنية. هذه الحكومة وكل سلطات الدولة لا بديل إلا بتعزيز قدراتنا الأمنية والاعتماد على جهودنا الذاتية، وأن نطور من إمكانياتنا التسليحية التدريبية الفنية الإدارية، كل شيء لا بديل إلا بهذا التوجه. حكومتكم إن شاء الله واعية لهذا الهدف، دا نعمل عليه بمراحل. أنا في كل مناسبة أوصي الضباط والقادة وبالتأكيد السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية أنه نكون قريبين من المنتسب بكل ما تعنيه الكلمة، في رعاية شؤونه، في متابعة أوضاعه، في تهيئة كل المستلزمات حتى يؤدي واجباته بشكل صحيح، في زرع إحساس أنه هذا الضابط، هذا الآمر، هذا المسؤول يتعامل بعدالة وبنزاهة. هذا جداً مهم للمقاتل، للمنتسب حتى يؤدي واجباته. ما نريد حالة التسيب والاختباء خلف ذاك العنوان من مسؤول من مكان، في حين الآخرين يقف في الليل والنهار في الحر في البرد، هذا ينعكس على نفسيته ومدى استعداده أنه يؤدي واجباته. ويبقى الجزء المهم إخواني الأعزاء هو التعامل مع المواطنين، مع أبناء شعبنا. احنا رسمنا أجهزتنا الأمنية رسمة صورة، أروع صورة في تاريخ العراق، ضحوا بحياتهم من أجل البلد، وقفوا بوجه الإرهاب يومية ليل نهار، يعملون ويرصدون كل تحرك على مستوى التحركات الإرهابية، وإن قلت ولله الحمد لكن يبقى الإرهاب يتربص أي ثغرة، وعلى مستوى الجريمة الجنائية والأوضاع الأمنية وكل ما يتعلق بإنفاذ القانون. الشعب واعي لهذا الموقف وهذا الجهد. علينا نحافظ على هذه العلاقة من خلال التزامنا وتقيدنا بالقانون وما نتساهل مع أي أحد، لكن بنفس الوقت نكون تنفيذ القانون بشكل بعيد